الفل والورد والياسمين على أحلى ناخبين المصريين. النهاردة لو سألت المصريين في الشوارع في اللجان في الميادين عن الإرهاب والإرهابيين هيقولك بنحمي مصر، ولو سألت المصريين أيضا عن الغلا والناس الشقيانين هيقولك عشان مصر مستحملين، ولو سألتهم عن مصر هيقولك دي حتة مننا وعشقنا وعشانها مكملين ومستحملين المتاعب ولو سنين. تحيا مصر، أهلا بحضراتكم، بكمل مع حضراتكم ومع زملائي في كل مكان على أرض المعمورة نبض الشارع المصري في هذا المشهد الانتخابي اللي بيؤكد بكل تأكيد عبقرية المواطن المصري في كل مكان. والحقيقة بتحلى المشاهد الانتخابية هناك في اللجان في القرى والنجوع مع الست البسيطة المصرية الأصيلة أمي وأمك، مع الرجل المصري الأصيل اللي حريص على أنه يكون في اللجان الانتخابية عشان يقول تحيا مصر. أهلا بحضراتكم، برحب مع حضراتكم في هذه الفترة المفتوحة، برحب بضيفي. قبل ما رحب بضيفي بقول لحضراتكم سؤال: هذه الفترة المفتوحة كيف ترى تأثير وسائل الإعلام على الناخب المصري؟ الإجابة: قوي، متوسط، ضعيف. على مواقع التواصل الاجتماعي موقع همزة وصل تحديدا في قناة نيل الأخبار هنتلقى إجابات حضراتكم. طيب دلوقتي برحب بضيفي في هذا الحوار الدكتور مصطفى أمين، الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. دكتور برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. قبل ما نتكلم عن كل التفاصيل المتعلقة بالمشهد الانتخابي، بتشوف إزاي اللي حضرتك تابعته وانت ماشي في الشارع؟ بتشوف شكل اللجان، شكل الناس، شكل المشهد في مصر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بشكل عام؟ وفي الحقيقة اللي أنا شفته النهارده من مشاهد أمام المدارس أو أمام اللجان الانتخابية بيؤكد على إن هناك إرادة حقيقية من جانب المصريين للرد بشكل مباشر على أي تهديدات من جانب الجماعات المأجورة، الجماعات الإرهابية اللي بتحاول إنها تصدر مشهد أن مصر تواجه الإرهاب وأنه لا يوجد استقرار حقيقي في مصر. كان المواطنين اليوم ردهم مباشر على هذا الموضوع، بس أوصلوا رسائل عالم بشكل مباشر، مش محتاجة إعلام ولا محتاجة أي شيء، بتنقل بشكل مباشر للعالم كله. المصريين عندهم إرادة حقيقية لإنجاح العملية الانتخابية وانتخاب المرشحين في اليوم، وده بيؤكد على أن المسألة خرجت من سياق العناد اللي كان بيصار من أن الجماعات الإرهابية هتمنع ده، جماعات الإخوان الإرهابية تحاول أنها تصدر مشهد أن المصريين غير مقبلين على العملية الانتخابية. يمكن المصريين النهاردة رد مباشر على هذا الموضوع وأثبتوا العالم كله أن إرادة المصريين فوق أي إرادة. دكتور مصطفى، باعتبار سيادتك متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، حضرتك بتشوف الكلام الكتير اللي كان بيتقال عن من الجماعات الإرهابية عن المشهد الانتخابي وعن الانتخابات المصرية وعن مصر الحقيقة في كل المجالات، هل ليهم أي تأثير فيما يتعلق بهذه الانتخابات، سواء فيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج أو الانتخابات في الداخل؟ هو في الحقيقة رغم جهودهم الكبيرة وحملاتهم النشطة جدا والكتائب وحاجات كتير يعني وكتائبهم اللي حاولت انها تصدر مشهد العملية الانتخابية لن تنجح، كل ده فشل بشكل مباشر النهاردة. وسبق هذا الأمر حالة الانتخابات الواسعة وحالة الإقبال الكبيرة من قبل المصريين في الخارج اللي سبقت اليوم. هي الجماعات الإرهابية ورأسها جماعة الإخوان المسلمين حاولت تصدر مشهد ما للمصريين، حاولت تقول لهم ما تنزلوش تنتخبوا، ده المسألة محسومة مسبقا، لكن المصريين كان ردهم مباشر اليوم. هناك سيناريو تم وضعه في خطط تم وضعها في الخارج من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، في غرف نشطت بشكل كبير ووضعت عناوين عريضة لإفشال العملية الانتخابية. الجماعات الإرهابية الجهادية في سيناء أصدرت فيديوهات، كانت البداية مع ما يسمى حماة الشريعة، ثم فيديو آخر صدر أول أمس كان بيتحدث عن إفشال عملية انتخابية. دي كلها أمور فشلت بشكل مباشر. يمكن المحاولة الأخيرة، محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية، كانت محاولة فاشلة أيضا من الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين زي حسم ورواية الثورة وغيرهم أنهم يفشلوا عملية انتخابية ويرهبوا المواطنين. في الحقيقة المواطن المصري لا زال يبهر الجميع ومصر على هذا الإبهار، صحيح. يعني ما تعندناش، إحنا أقوى من أي عند. وأنا ما بخافش، يعني دايما المصريين رافعين شعار يعني نحن لسنا أقل من الجندي البطل الشريف الذي يقف في سيناء في الصحراء وفي البرد وفي هذا الأجواء الصعبة ليدافع على الوطن ويعطي روحه من أجل هذا الوطن، وبالتالي إحنا بنرد هذا الجميل لهذا الجندي البطل
ورجل الشرطة البطل الذي يقف في اللجان. نحن نصوت بشكل مباشر للمرشحين في العمليه الانتخابيه ايا كان الناجح، وهي مساله يعني عند المصريين هي مساله تحصيل حاصل بمقدار ما هي رغبه حقيقيه للمشاركه والرد على الارهاب بشكل قوي. باخد كلام حضرتك دايما زي ما حضرتك بتقول الشعب المصري ده عبقري، في اما بتقابله التحديات بيكون اقوى من التحديات بكل المقاييس. الفتره اللي فاتت 6 7 سنوات كان عندنا الكثير من البراهين اللي اكدت هذا المعنى بشكل أو بآخر. انتخابات المصريين في الخارج رغم بعد المسافات رغم ولكن هم أكدوا أن هم أقوى من كل هذه التحديات. النهاردة اللي بنشوفه في اللجان الانتخابية بيؤكد كمان أن المصريين أقوى من أي دعاية سلبية ممكن تيجي من الجماعات الإرهابية والإرهاب والإرهابيين. حادثة اسكندرية الأخيرة الناس كانت ملتفة حوالين كل مكان في الأسكندرية وبتؤكد من خلال المشاركة الكبيرة أنهم أقوى من هذه التحديات. تأثير هذه الحوادث، تأثير هذا الكلام على توجهات الجينات المصرية. المصريين بشكل عام زي ما قلت لحضرتك هم ما بيحبوش العند، محدش شاند معاهم في هذا الموضوع، وتصدير فكره ان انا هقتلك او انا بكفرك او غيرها دي مساله مرفوضه عند المصريين. يمكن الملمح الاساسي في هذه الانتخابات ويمكن شفنا التوافد المتوازن مع بدايه اليوم بيؤكد على ان المصريين انهوا مساله ما يسمى بالحشد. يعني احنا كنا بنشوف زمان في اي انتخابات فيها جماعه اخوان المسلمين فيها عناصر من بعض العناصر الفاسده في ما في وقت ما كانت بتعتمد على الحشد، رشوة المواطنين من خلال سلع معينة وغيره، ده كله انتهى. المصريين النهاردة خارجين برغبة حقيقية. طيب اسمح لي أتوقف عند النقطة دي، أنا عندي كلام كتير فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، ولكن مشاهدينا الكرام بنتقل مع حضراتكم مع زميلي في كل مكان على أرض مصر من شبرا الزميلة بسمة الشاعر ومن الهرم الزميل منذر أبو دوحة. برحب بحضراتكم بسمة ومنذر وأبدأ مع بسمة. بسمة من شبرا، الصورة لديك فيما يتعلق مع تقدم ساعات النهار، يعني كيف يبدو المشهد الانتخابي لديك؟ أهلا بكم مشاهدينا، ما زلت مستمرة معكم في تغطية العملية الانتخابية من محافظة القاهرة وتحديدا مدرسة التوفيقية بنين بشبرا، ومعنا المستشار شريف كفافي وهو رئيس لجنة رقم 16 متواجد معنا للمزيد من التفاصيل. يعني سيادة المستشار لو تقول لنا عدد الناخبين وصل لحد كام لحد الوقت؟ أصلا أنا أديك رقم حصري ده شيء صعب جدا، لأن هم ما شاء الله هم متزاحمين الدنيا ماشيه كويس والكلام ده كله، فان انا اقدر اقول لحضرتك ان احنا اتفضلي تعالي ان انا اقدر لحضرتك رقم فعلي ده صعب جدا تمام تقريبا يا فندم اقدر يعني صعب ان انا اقدر اقول لحضرتك ارقام فعليه يعني برقم فعلي 40 32. طب يا فندم لو حضرتك تقدر تقول لنا ارشادات للمواطنين الذين سيقومون بالاداء باصواتهم في الايام القادمه، ايه الارشادات لازم يبقى هم عارفينها؟ والله الحمد لله المواطنين بقى عندهم وعي كامل اصلا بالعمليه الانتخابيه ومش محتاجين اي ارشادات، هم بقى لهم سنين بيتابعوا القصه دي وبيعملوها، فهم عندهم الوعي الكامل ان هم يقدروا يعملوا الحاجه دي من غير اي ارشاد من غير اي مساعده. ما شاء الله الشعب المصري بقى عنده وعي كامل وبيعرف وبيعلم ازاي ويعلم العالم عامله ازاي والكلام ده كله، ايه الصحيح وايه الباطل يعني. فالمواطن مش محتاج اي ارشادات، هو عنده وعي وبقى عنده وعي غير طبيعي فاهم يعني تتفاجئ بيه. طب هل يا فندم كانت هناك اي مشاكل منذ الصباح الباكر؟ لا الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه وما فيش اي مشاكل تمام، والناس متفاهمه ومتعاونه معانا جدا. اتفضلي يا يمين او شمال فوق او تحت تمام. طب ويا فندم كيف تتعامل مع ذوي الاعاقه الجسديه لازم نسمعهم ونشوف طلباتهم ايه تمام، ونساعدهم على قدر المستطاع وهم قادرين ان هم يقدروا يعملوا حاجتهم بنفسهم. ورأي حضرتك يا فندم في التأمين من قبل الشرطة والجيش المتواجد خارج اللجان؟ 2953. رأي حضرتك يا فندم في التأمين المتواجد خارج اللجان؟ التأمين زي الفل والحمد لله، والدنيا فيها لأن في سهولة ويسر على الرغم من الزحام الخارجي، برضو عملية متسهلة ومتيسرة على الناس كلها. شكرا جدا لك المستشار. يعني كما ترون مشاهدينا اللجان هنا تعمل بشكل سريع جدا وتعمل بشكل جيد جدا، حتى لم نستطع ان نقوم بعمل لقاء بشكل سليم لان يوجد الكثير من المواطنين الذين يريدون الادلاء باصواتهم
الآن وأيضا على مدار الساعات القادمة سنكون معكم لنقول لكم الأرقام التي سيقوم المستشار لاحقا بإعطائها للمراسلين هنا. أشكرك جدا الزميلة بسمة شاعر من شبرا، أرجو أن تبقي معي. والحقيقة سيادة المستشار رغم وبيتابع عمل اللجنة بكل تأكيد كمان بيتكلم لوسائل الإعلام، بشكرك وبشكر السيد المستشار ضيفك في هذه اللجنة. بنتقل إلى زميلي منذر أبي ضوح من الهرم. منذر، يعني الأجواء لديك فيما يتعلق بكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، الإقبال، الإجراءات التأمينية، الإجراءات اللوجستية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يمكن أن ترصده أنت؟ تحياتي إليك وتحياتي لضيفك الكريم ولكم أعزائي المشاهدين، ودعني بداية أقتبس كلمة من حوارك الذي دار مع ضيفك الكريم، وهو أن الشعب المصري شعب عبقري، وهذا ما لاحظناه في توافد المواطنين منذ صباح اليوم، منذ الساعة 9 من صباح اليوم إلى الآن، وخاصة ما لمسناه من السيدات وحضورهم وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم في الماراثون الرئاسي الذي بدأ منذ 9 من صباح اليوم، وما لمسناه من الحالات الخاصة بهم. هناك كانت حالاتهم الصحية ضعيفة، وبالرغم من ذلك قدموا للإدلاء بأصواتهم في هذا الماراثون الرئاسي، بجانب الآن إحدى السيدات التي جاءت للاقتراع والإدلاء بصوتها في هذا الماراثون الانتخابي. بنرحب بك يا فندم على شاشة الأخبار. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. انت النهاردة بالرغم من حالتك الصحية وبالرغم من الظروف الخاصة بك اللي احنا عرفناها قبل التصوير، لماذا اتيت للإدلاء بصوتك وكيف ترين هذه العملية الانتخابية؟ انا جيت انتخب السيسي عشان الامن والامان اهم شيء. بس شايفة ان العملية الانتخابية دي مفيدة للبلد، وشايفة ان لها ضرورة للامن واستمرار الحالة في هي امن وامان لينا، مش لينا، لعيالنا كمان. هي كويسه الحمد لله بامر الله. وبنتك معك؟ بنتي. متعرف بيكي؟ نيفين يحيى محامية. ايه رايك في العمليه الانتخابيه وكيف حضور والدتك لهذا الموضوع بالرغم من حالتها الصحيه؟ لازم يكون لها راي، ولازم يكون كل فرد في مصر يبقى ليه راي ان هو يقول الانتخابات عايز او لا، بس لازم ينزل. ما ينفعش حزب يتكلم بدلا ويفضل قاعد ويقول انا عايز ومش عايز، لا لازم ينزل وكل يقول رايه ايه ويشارك برايه. يعني شايفه التواجد الامني شكله ايه في الشوارع؟ لا في امان جامد جدا، وفي تفتيش واحنا داخلين للشنط وكل حاجه، ففي امان في مصر. من ساعه ما جه السيسي في امان فعلا، واحنا انتخبنا السيسي فعلا لان حاسين في تغيير في البلد، وفي امان ملحوظ في البلد كلها، فلازم كل مصري ينزل يشارك. بس لازم كل مصري ينزل يشارك لازم. نعم، شكرا لكم فندم. شكرا. بالفعل كما تابعنا اعزائي المشاهدين، لازم كل مصري ينزل يشارك. تمام. رساله من احدى المواطنات التي جاءت للمشاركه في العمليه الانتخابيه. هذه حاله من ضمن الحالات التي لمستها اليوم اثناء تواجدي في هذه اللجنه الانتخابيه. هناك حالات صحيه كانت اقل واضعف، وكانت في تواجدها تحتاج الى الكرسي المتحرك، وكمان تم تقديم بعض من ضمن الحالات تم تقديم لهم حالات اسعافات، ومن رغم من ذلك جاءوا للاقتراع في المقر الانتخابي الخاص بهم للتأكيد على أهمية العملية الانتخابية وضرورة الاقتراع والإدلاء بصوتهم في هذه المرحلة المهمة بالنسبة لمصر. طيب منذر بشكرك. يعني نروح مع حضراتكم خارج محافظة القاهرة، هنروح لبلد الصمود والتحدي للسويس. زميلنا من هناك محمد الخطيب. محمد تحياتي، أهلا وسهلا. يعني تحياتي لك زميلي فوزي، اهلا بك. محمد، يعني بلد الصمود والتحدي السويس، والمشاركه والاقبال والتامين وكل الاجراءات، يعني انا بسمع مع حضرتك الاصوات في الشوارع وكان المشهد الانتخابي حاضر معنا في الاستوديو، ما يمكن ان ترصده؟ نعم، تحياتي لك فوزي وتحياتي لكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. بالفعل يعني احنا دلوقتي خلاص قربنا من بعد مرور حوالي 8 أو 9 ساعات على بداية فتح اللجان، يعني المشاركة الانتخابية من قبل أهالي السويس بالفعل في الصباح الباكر، وكانت على عكس المتوقع، كانت بداية قوية جدا وبداية مبشرة. الجميع أقبل على الانتخابات وسط يعني حالة من الفرحة والسعادة بالمشاركة السياسية في انتخابات رئاسية، فترة مهمة جدا
تمر في عمر مصر. طبعا الكتل بالنسبة للسويس هي يعني ليها كتلة تصويتية كبيرة، الكتلة التصويتية يعني من 441 ألف صوت 690 مقسمة على 4 أو 5 أحياء موجودة في المحافظة. يعني أنا أتحدث إليك من حي السويس، عندنا يعني في الكتلة التصويتية أو الزخم الانتخابي في حي الأربعين الذي يحتل المركز الأول، ثم حي الجناين وفيصل عتاءة، وثم حي السويس الذي أتكلم منه الآن. بالفعل يعني مشاركة قوية جدا، ربما تصدر المشهد في الصباح يعني كبار السن، كان منهم بعض من كان لديه بعض الإعاقات ولكنه تغلب على هذه الإعاقات ولم تمنعه هذه الإعاقات من المشاركة السياسية في الانتخابات. بعد ذلك تصدرت قوائم كبيرة جدا من النساء، ثم بعدها مجموعة من الشباب. أيضا كانت هناك زيارات ميدانية لمحافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني في إحدى اللجان والتي اللجنة التي أتواجد فيها الآن، وهي لجنة محمد حافظ، وهي تعتبر من إحدى اللجان الكبرى في محافظة السويس. لدينا 5 لجان، لدينا حوالي 68 مركز انتخابي، 78 لجنة فرعية. أعتذر وأرجع للعودة مرة أخرى إلى الزيارة التي قام بها محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني. هم أكدوا بالفعل أن العملية الانتخابية بالفعل تسير بشكل منظم وشكل قوي. هناك 6 غرف عمليات تابعة للمحافظة تقوم بتلقي الشكاوي وتقوم بإزالة أي عوائق أمام المواطنين. يعني ذلك أما بالنسبة للإجراءات الأمنية سواء داخل وخارج اللجان، فهي إجراءات أمنية طبعا مشددة، قوات الجيش وقوات الشرطة تقوم بتأمين المكان، دوريات بشكل مستمر طبعا لمنع حدوث أي شغب. من قام بالتصويت يعني تقريبيا في داخل هذه اللجنة وهي التي ربما قوتها التصويتية 4700 صوت، ربما العدد التقريبي من 500 إلى 700، ربما يفوق هذا العدد ربما مع الساعات المتبقية من أول يوم انتخابي. تمام، و ده تقريبا العدد الذي سوف يعني يصوت. يعني احنا عندنا 500 خلاص اوريدي دول تم التصويت، ربما يزيد الى 700، ده بالنسبه للجنه التي اتواجد فيها. طيب محمد كل ذلك ما لدينا زميلي فوزي الى الان. محمد، بالتاكيد اضافه الى الاجراءات التامينيه، اضافه الى كل ما ذكرته عن الاجراءات اللوجستيه، ايضا ما يتعلق بنبض الشارع خارج اللجنه الانتخابيه، طبيعه من توجهوا الى صناديق الاقتراع على مدار اليوم كما تابعت انت، من النساء من الرجال من الشباب، يعني كل هذه التفاصيل. صحيح. الناس خارج اللجان بتقول ايه؟ الناس خارج اللجان يعني في حالة كبيرة جدا من الفرحة، حالة من السعادة، حشد شعبي قوي. يعني كان هناك في الحقيقة حاجة لفتت نظري، ان النهاردة بعض اللجان، بعض المدارس الخاصة، المدارس الابتدائية والاعدادية قامت بالمشاركة. طبعا هم ما لهمش يعني مشاركة سياسية، ولكنهم جاءوا يعني دعم شعبي، دعم للناخبين، بيحسوا الناس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. الجو العام جاي جو مريح جدا وجو مبهج، الجميع يريد المشاركة في العملية الانتخابية في محافظة السويس. يعني محافظة السويس يعني ربما أريد أن أشير إلى جزء آخر، وهي ربما يعني هي من أكثر المحافظات يعني اقتصاديا، لدى فيها الكثير من الشركات الاقتصادية التي تعمل في مجال البترول. ربما قد بعد انتهاء العمل ربما قد يزيد الإقبال على المشاركة في العملية الانتخابية. يعني 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 معذرة فوزي، معي أحد الناخبين الذي توافد إلى اللجنة الآن، يعني ممكن نستطلع معاه طبعا كيفية المشاركة في العملية. برحب بك يا فندم، عايشين الأخبار. أهلا بك. قول لي النهاردة مشاركتك في تصويت الانتخابات الرئاسية، اللي دفعك إن أنت تنزل تشارك؟ البلد بتاعتنا تقف وتنشجع تاني الاستقرار بتاعها، والحاجات تتقدم اكتر ما احنا موجودين، يعني اكتر من اللي موجود يبقى اكتر تقدم، يبقى اكتر من اللي احنا فيه ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. شايف الجو العام؟ لا، كله نازل. حتى اللي مش نازل النهارده هينزل بكره وهينزل بعده. يعني النهارده اللي في شغل هيجي، انا مخلص شغل دلوقتي وجيت على هنا، في ناس يعني من دلوقتي بالليل هتلاقي في اقبال اكتر من الصبح، لان اغلبيه الناس بتبقى في شغلها في وظيفه، النهارده مش اجازه، يوم عمل عادي. وبعدين برضو في ناس بتأجل الانتخابات لبكره وبعده، لان في 3 ايام لسه بدري. رايك الناس او كلمه للناس اللي لسه ما نزلتش غدا؟ انزل
انزل، كله ينزل ان شاء الله، كله ينزل عشان بلدنا، عشان خاطر نقف، عشان نرجع للامن والاستقرار لبلدنا اكتر من الاول، عشان بلدنا تقدم، عشان خاطر اولادنا. دايما الانتخابات الرئاسيه بتتمحور عنها وجود رئيس جمهوريه، طلباتك او امنياتك لرئيس الجمهوريه يكمل اللي هو ماشي فيه، يكمل اللي ماشي فيه، لان بجد في حاجات كتيره حصلانه كويسه، يعني حاجات حاجات اتعملت من 30 سنه ما شفناهاش. كفايه ان احنا بنمشي في طرق دلوقتي ما كناش، يعني بنسافر احنا وفي امن، يعني الطريق نظيف، طرق نظيفه، الدنيا غلا كلها غلا على الكل مش علينا احنا بس. هو دلوقتي في حاجات معموله احسن من اول بكتير، طريق معمول كويس، طرق كويسه، امن كويس قوي، وربنا يكرم ان شاء الله. شكرا كتر خيرك. نعم يعني زميلي فوزي، يعني كما تابعت هذه كانت جزء من مشاركه احد المواطنين في محافظه السويس في الانتخابات الرئاسيه. مستمرين معاكم طبعا الى ان الساعه 9، الى ان يتم الاغلاق. نعم زميلي فوزي، انا بشكرك جدا. زميلي محمد الخطيب بعد شويه هرجع لك تاني، هنتكلم كمان عن طموحات الناس في هذه العمليه الانتخابيه، هتنقل لنا جانب من هذه الطموحات والامال خلال المرحله القادمه. بشكرك زميلي محمد الخطيب من السويس، كمان بشكر زملائي اللي كانوا معنا من شبرا بسمة الشاعر ومنذر أبو دوح من الهرم. طيب دلوقتي مع حضراتكم هنشوف تقرير عن المشاركة السياسية، أهمية المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية. بعد التقرير مكملين في هذه المتابعة الإخبارية، خليكم معنا. ترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية كأسلوب للحكم يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية تعتبر هي أبلغ رد على التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد لمواصلة جهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار. وشارك المصريون في الخارج في العملية الانتخابية بصورة جيدة، وكانوا عند مستوى المسؤولية وحسن الظن بهم، كما بعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم حريصون على المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم. وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات أكثر من 13 ألف لجنة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخضع لإشراف من 367 لجنة عامة إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، كما يشرف على العملية الانتخابية نحو 19 ألف قاضي. ويمثل الإقبال الكثيف من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع يمثل صفعة قوية لكل المغرضين والمتربصين بأمن البلاد، ويؤكد على أن مصر أقوى بأبنائها. برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية، وكمان بجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الدكتور مصطفى أمين، الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، المتخصص في شؤون الجامعات الإسلامية. دكتور من جديد أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تابعت معنا نبض الشارع في بعض المحافظات، يعني هل من تعليق على اللي شفناه في بعض اللجان الانتخابية في بعض المحافظات؟ وبعد كده نكمل التفاصيل. وفي الحقيقة كلفت جدا مسألة المستشار اللي في شبرا ومحاولته، يعني موازنة ما بين اللقاء الإعلامي والزحمة الشديدة الموجودة في منطقة شبرا تحديدا، لها طبيعة خاصة نظرا لتواجد عدد كبير جدا من الإخوة الأقباط في هذه المنطقة. احنا عارفين ان شبرا وشارع شبرا من الأماكن، وده بيؤكد على ملمح أساسي ان الإخوة الأقباط مصرين على إدلاء بأصواتهم و تعريف الناس وتعريف الجماعات الإرهابية تحديدا بأنهم صامدين وأنهم قادرين على التصويت والخروج. هو مش بس الأقباط، هو المصريين كلهم، لأن المشاركة دي قناعة، يعني أصل دي مسألة الجماعات الجهادية كانت أو الجماعات الإرهابية كانت بتراهن على هذا الملف، احنا شفنا يعني عمليات إرهابية كبيرة تمت ضدهم، يعني تحت دعوة أنهم بيأيدوا الدولة المصرية والنظام المصري، وبالتالي كان ده أدعى لترهيبهم وتخويفهم وعدم نزولهم العملية الانتخابية. يعني صحيح، عاوزين نحافظ على حياتنا. رغم كده احنا شايفين عندهم إيمان عالي جدا وقوة إيمانية كبيرة جدا بالمشاركة، واللي يمكن ده شفناه في اللجنة بالزحام الشديد اللي الإخوة الأقباط بيعملوه، وطبعا ده بيعمله كل المصريين دلوقتي. المسألة بالنسبة عند المصريين تحدي، لكن أنا بقول لك يعني الشخص لما يكون حياته مهددة وبشكل شخصي، أعتقد الخوف ممكن يكون له عامل
وده اللي الاقباط يعني رفضوه تماما وتجاهل مشاركتهم الواسعه. ونفس الامر ايضا منطبق على الاخوه الشرفاء القبائل ابناء القبائل الشرفاء المصريين العظماء في سيناء، شايفين الزحمه الكبيره في العديد، شايفين في رفح، شايفين في غيرها. ده كله بيأكد على ان حاضنه الخوف او التخويف اللي كانت الجماعات الارهابيه بتراهن عليه في دفع المصريين نحو عدم المشاركه اثبت فشله الذريع، ويمكن ده اللي شفناه بشكل واضح النهارده. في ملمح اساسي باين جدا في هذا الموضوع ان احنا شايفين المصريين خارجين باراده حقيقيه. احنا شايفين انتخابات بدون يعني اي زيت وسكر. اي عمل نصب اي عمل يعني في مخبى للعقل والقناعه واي عمل لترويج الاكاذيب. احنا كنا بنتكلم عن انتخابات سابقه كان فيها العامل الديني بيلعب بشكل كبير والحديث باسم ربنا سبحانه وتعالى والحديث باسم الرسول والحديث باسم يعني عناوين براقه وكاذبه لمجموعات خادعه، ويمكن ده ظهر في انتخابات 2012 بشكل واضح. لكن المصريين المره دي نازلين باراده حقيقيه، احنا عاوزين ننتخب، عاوزين نقول كلمة، عاوزين نقول نعم أو لا للاستقرار، عاوزين نقول إن 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 البلد حصل فيها حاجة في الأربع سنين اللي فاتوا أو تحديدا ما بعد 30 يونيو، إن في إرادة سياسية عند الدولة المصرية دلوقتي لتحقيق إنجاز حقيقي للدولة المصرية. ويمكن أنا مش عاوز طبعا أذكر أسماء أو أبدو أنني منحاز إلى شخص بعينه، لكن واضح جدا ويمكن ده كان في خطاب سابق ان المساله في اراده حقيقيه عند الدول المصريه دلوقتي للدفع مصر للامام وجعلها في مصاف الدول المتقدمه، ويمكن ده اللي مخلي المصريين يصبروا مواعيدين يعني الغلا مش مشكله نستحمله. وقالوا يمكن المواطن العظيم في السويس لما قال الغلا على الكل، يعني احنا كلنا عايشين كلنا بنشعر بالمعاناه بالمناسبه. احنا لاول مره في تاريخ مصر ان حتى طبقات الفوق المتوسطه بتشعر بنوع من انواع يعني لا، وكمان قال لحضرتك الامن والامان، يعني ركز على النقطه دي تحديدا. ممكن تكون غني جدا بس ما فيش امن ملوش قيمه يعني. الامن والامان ده ثمنه غالي جدا. صحيح. يعني خلينا ننظر الى دول مجاوره. انا مش هقول اسماء عشان الناس دايما بتقول لك الست بتقول لي ليبيا وبتقول لي العراق وبتقول لي كذا. طب هم عملوا انتخابات امتى؟ شوف الانتخابات اللي مش عارفين يعملوها في العراق حتى الان عشان خاطر الدوائر والعرقيات والمذهبيات وحاجات كتيره. هم مش عارفين يحصروا الناخبين. الموصل داعش حولتها الى ركام الى رماد، هو مش عارف يجيب المواطنين دول هينتخبوا ازاي؟ يعني هم صاروخ اقتراع فين؟ الدوائر قسموها ازاي؟ دي كلها ازمات، ده كله مش موجود. انت مفيش دوله، في عندك دوله عربيه مجاوره، هات دوله عربيه مجاوره ما حصلش فيها الفوضى اللي حصلت او حصل فيها الفوضى اللي حصلت في مصر واجرت كام عمليه انتخابيه بعد 30 يونيو ومن قبلها. لا، لازم يا جماعه بناخد مقارنات واحنا عارفين احنا بنقول ايه وعارفين بنتعاطى مع اي امر. عايز تقول لي يعني قول لي كده كام دوله عربيه تقدر تعمل انتخابات؟ سوري عامل انتخابات او حتى كمان في الوقت الحالي لو قررت تعمل انتخابات ليبيا. هل تقدر تعمل انتخابات ولا لا؟ هل تقدر تامن لجان انتخابيه وتعمل كشوف ناخبين وما الى ذلك؟ اللي بيحكمها الاخوان دلوقتي في غرب ليبيا مسيطرين على المجلس الرئاسي. بتكلم عن حديث عن اجراء انتخابات رئاسيه وانتخابات تشريعيه من 3 سنين، احاديث مطوله ومليئه بالتناقضات بين كل الاطراف. مجلس النواب الليبي دلوقتي عايش في حاله من الانحصار في 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 شرق ليبيا. حتى الانتخابات اللي تم اجراءها بشكل شرعي وتم الشعب فوض مجلس النواب في هذا الموضوع، تم اجهاض هذه الانتخابات واستيلاء جماعه الاخوان في. طيب يعني احنا بنتمنى لكل الاشقاء في كل الدول العربيه مزيد من الاستقرار وكل الاستقرار، بس احنا بنوضح للناس ايه اللي بيتم على ارض الواقع وايه اللي تم وايه اللي احنا مكملين فيه. انت شوف جنبك ايه من انتخابات بتجي وشوف عندك انت ايه في ظل ظروف صعبه، يعني في ظل ظروف اقتصاديه صعبه، في ظل ظروف امنيه كانت لحد كبير صعبه وحصل فيها استقرار كبير في الفتره الماضيه. انت بتتكلم في بجراء انتخابات بالحجم ده واجريت قبلها انتخابات مجلس نواب بالحجم ده في هذه الظروف. بتتكلم يعني المساله مش بالتسطيح اللي بيشيروا البعض او مطربوه الجماعات الارهابيه التي اقصت نفسها، وانا اؤكد على هذا الموضوع، هي التي اقصت نفسها من العمل السياسي والعمل. عقب عزل محمد مرسي كان في دعوات للحوار وكان في دعوات، لكن هم اللي خدوا اتجاه العنف وخدوا اتجاه القتل، وبالتالي كان حاله النفور من قبل الشعب المصري ضدهم. خرجوا من اطار الوطنيه المصريه، هم اللي اخرجوا انفسهم. صحيح صحيح. هم اللي اخرجوا نفسهم. كان في حديث كتير جدا
لكن هم من اتجهوا للعنف واتجهوا للقتل وقرروا ترهيب الشعب المصري ولي ذراع الشعب المصري، وبالتالي كان طبيعي ان هم يخرجوا المشهد. هو لان انت ممكن تكون مشارك في العمليه السياسيه وحتى معارض، بس في اطار من الوطنيه وفي اطار من السلمية. من الحفاظ والسلميه. السلميه الوطنيه اكيد تحتها 100 معنى للسلميه. انت بتتحدث تخرج في اعتصام رابعه وتقول سلميه سلميه، تتحدث عن اكذوبه السلميه سلميه المدني ومحمد بديع، وانت عمال تحقن الشباب بالعنف وتخرج منهم مجموعات تعمل عشرات المجموعات الارهابيه اللي بتفجر. ده كانوا بيفجروا المصريين في الشوارع يعني. يعني واحد ملوش يعني، واحد ماشي في الشارع جنب السينما قنبله اتفجرت فيه قتلته، كمين شرطه امين شرطه واقف في ميدان الدقي بينظم المرور يرمي عليه قنبله ويجري. هم اللي خلقوا حاله العنف بهذا الحقد الشديد لشبابهم، هم مسؤولين عن هذه المساله. هم اللي اختاروا مصاري العنف والسلميه، رغم ان مصاري العنف والدم، رغم ان الدوله المصريه ب 30 يونيو كان لديها رغبه حقيقيه في خلق حاله من التوائم وحاله من السلم العام لدى المصريين، لكن هم اختاروا هذا الطريق وعليهم ان يدفعوا ثمنه قانونيا وامنيا. لكن قول لي يا دكتور، وانت بتعمل المشروعات القوميه وانت بتبني في كل مكان، وانت كمان بتعمل العمليه العسكريه الشامله لمجابهه الارهاب في سيناء، وكمان في نفس الوقت بتعمل انتخابات رئاسيه بهذا الحجم وبتامن اللي كان زي ما احنا شايفين منتهى الانضباط فيما يتعلق بالعمليه التامينيه، انا عايز اتكلم عن هذا الملف، قادر تعمل كل هذه المنظومه في وقت قياسي وانت بتتعافى وبتقابل تحديات طول الوقت؟ ده كلام يتقال فيه كتير يعني. وفي الحقيقه انا برضو باكد على فكره اراده النظام السياسي. احنا عندنا النظام السياسي المصري الحالي كله يعني من اول راس النظام حتى القيادات والحكومه ايضا، رغم بعض يعني الملاحظات عليها، لكن في اراده حقيقيه للبناء، في اراده حقيقيه للانجاز، وفي اراده حقيقيه لتوظيف كل قدرات الشعب المصري وكل قدرات المؤسسات الوطنيه في خدمه هذا الوطن. يمكن ده اللي بنشوفه حاله الانجاز السريع جدا من جانب القوات المسلحه المصريه على العديد من المشروعات العملاقه اللي بتديرها بالمناسبه شركات مدنيه، ودور القوات المسلحه مجرد دور اشرافي وانضباطي وتنظيمي فقط. وعلى فكره دخل وخدم في القوات المسلحه المصريه يعرف يعني ايه ضبط عسكري، يعني ايه ان تدير عمل منضبط عسكريا مع مدنيين. يعني الجيش لا ينعزل اطلاقا عن الحياه المدنيه. احنا كنا في المعسكرات في الجيش وفي مركز التدريب، وكل من داخل الجيش يعرف الكلام ده، اللي بيدخل الاكل مدنيين، وكان بيدير هذه المساله معهم قادة عسكريين، اللي كان بيدير كل الامور المتعلقه بالاعاشه وكله كان تخش المدنيين، وكان في تجار وغيرهم بيوردوا للقوات المسلحه الامور دي كلها، وكانت بتدار بس بمنظومه منضبطه. احنا ترجمنا ده على ارض الواقع وشغلناه في هذه المشروعات العملاقه من خلال الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وجهاز مشروعات وغيرها، ويمكن ده ظهر بشكل جلي في شبكه الطرق العملاقه اللي هي شريان الحياه. يا جماعه الناس لازم تعرف ان تقدم الامم والحضارات، وانا احمل دكتوراه في امر له علاقه بالجغرافيا وجغرافيا الطرق، ان ان الـ ان الـ ان حضاره الامم تقاس بالطرق. يعني الولايات المتحده الامريكيه تسمى حضاره الطرق، كل كيلو متر مربع في الولايات المتحده الامريكيه يوازيه كيلو متر مرصوف. الطرق دي حركه نقل، حركه نقل استثمارات، صحيح، شرايين حياه. لا يمكن دوله تنهض وتتقدم وتنظر الى المامول لها في المستقبل القريب او حتى البعيد بدون طرق، وده اللي بيتم على ارض الواقع. احنا بنرى مشروعات طرق رائعه هتنقل مصر الى الامام لخروج قادمه، ونفس الامر بالنسبه للمشروعات العملاقه زي المدن الجديده وزي غيرها، ده كله بيفتح افق للاستثمار وافق للتنميه. يجب المصريين يعوقوا، يعني بلاش فكره الانيه، يعني انا دلوقتي ظروفي الماديه صعبه وانا مش قادر اعيش. طب ما هو الناس كلها كده. طب مش قادر تعيش، طب احنا كلنا مش قادرين نعيش. على كلنا يعني المصريين بيمشوا ظروفهم، ويمكن ده السيد الرئيس بياكد عليه فيما يخص الجانب الاخر من المصريين وهو المراه. لانه عارف ان اكتر حد يستحمل ويتعايش مع الواقع ويحاول ويدير هذا الموضوع هو الست، يدير التحدي اللي موجود. لان السيد الرئيس يعني بما كان تحمله امه مكانه كبيره له واخته، يعرف يعني ايه سيده في البيت، ويعني ايه تقدر تدير المنظومه الاقتصاديه في البيت وتمشي امورها زي ما بيقولوا. يعني عشان كده هو بيخاطب هذا الحس الوطني والانساني عند هذه المراه المصريه. ويمكن هم السيده المصريه بتترجم هذا الموضوع بان هي اكثر اقبالا على العمل الانتخابي لانها هي حاسه،
وعارفة أن النتيجة لهذا الأمر هي نتيجة مبشرة لأولادها وأحفادها فيما بعد. عشان كده حريصة على المشاركة. هذا الموضوع يعني يجب أن يكون حافز للشباب. أنت عندك اعتراضات تتكلم، محدش على فكرة محدش عنده مشكلة في حد يتكلم أو يقدم انتقادات، بس أنت زي ما بتقدم انتقادات قدم حلول منهجيا وعلميا، كما تقدم نقد يجب ان تقدم حل. لا كمان تأدي دورك يا دكتور، وتؤدي دورك. يعني فكره ان انت بتشتغل في مكان اشتغل، ولو ليك وجهه نظر قولها، بس انت كمان ادي اللي عليك قبل ما تنتقد، ادي اللي عليك. وعلى فكره مش طول الوقت انت قاعد بتنتقد على مواقع التواصل وانت مش بتعمل حاجه. وعلى فكره احنا اجيالنا والاجيال اللي سبقتنا عانت برضه من مشاكل عده بيعاني منها الشباب في الوقت الحالي، عانت من البطاله وعانت من مشاكل اقتصاديه وعانت من غيرها، وبتعاني. ما كناش بنتكلم على فكره. كنا مستحملين وكنا عايشين وكنا يعني بنساير الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه في البلد عشان احنا ما نوصلش لمرحله عدم الاستقرار والفوضى. ولتنظر للاخرين، انا برضه مؤكد، لا فلتنظر للاخرين، لان هو الموضوع مش هزار يا جماعه. الموضوع احنا عشان صوره صغيره انتشرت على الفيسبوك لميدان طلعت حرب، مظهر تخيلي ان هذا الميدان يعني زي احد ميادين سوريا. الناس اترعبت. الناس اترعبت من مجرد صوره نشرها الاخوان على الفيسبوك ان ميدان طلعت حرب بنفس الصوره التخريبيه اللي عليها الميادين في سوريا. الناس اترعبت على من المنظر. يعني هل ممكن ان مصر 7000 حضاره توصل لهذه المرحله؟ لا، محميه باذن الله. توصل طبعا، محميه باذن الله مصر. بكل ابنائها. يعني النهارده لما بتسال، الحقيقه الانتخابات دي بتخليك تشوف المصريين هناك في اقصى صعيد، في اقصى القرى في الريف، وبتشوف مشاهد رائعه. تلاقي راجل فلاح بسيط جدا جاي، ولما تساله انت جاي ليه تشارك يقول لك عشان مصر. طبعا هو شايف مصر ازاي؟ في تقديرك شايف مصر ازاي بالبساطه، اللي هو بعيد عن كل التحديات والطموحات اللي احنا بنقابلها هنا؟ اهلنا البسطاء في الارياف والمحافظات هم يعني انا عاوز اقول لحضرتك هم اكثر قدره على الشعور بالامن والاستقرار منا. ولا المصداقيه من القيادات لما بتقبوا بصدقه وبيحس بده. عنده احساس بده، وعنده وبيثق في ان الكبير كلامه له دور وله تقدير خاص، وانه صادق وانه يصدقه في ما يقول، لانه هو بيعتبر ان هو بيترجم على ارض الواقع هذا الكلام. وفي نفس الوقت هم من يقدموا يعني قوافل الشهداء من الجيش والشرطة غرفة، فهو حاسس وعارف ان ابنه ما بيخش الجيش او الشرطة ويستشهد هو بيعمل عمل بطولي، وبالتالي هذا العمل البطولي هو يقدره ويقدر المدى المصداقية اللي بيتحدث عنها السيد الرئيس او النظام السياسي فيما يخص مواجهه الامن ومكافحه الارهاب. ولما يستشهد حد من عندهم دول تيجي تكلمه وتعرف رد فعله يقول لك وعندي استعداد انا كمان اروح، ممكن اقدم حد من ولادي تاني. انا يمكن والله بقول كلمه، يمكن الاتحاد العسكري السابق كان يعني وجه خطاب انساني ورائع للمصريين في مايو 2015 2016 لما حاولت المجموعات الارهابيه تحتل مدينه رفح والعريش، وطبعا هم ابيدوا يعني لاخرهم، وكانت وحصل فيهم مقتله عظيمه. التنظيم نفسه اعترف بيها وقعد يتشنج على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات على المقتله العظيمه دي، اتقتل منهم اكثر من 150 شخص. كان المساله المصريين طلبوا انهم يروحوا يعني مستعدين يخشوا للجيش. فهو المتحدث العسكري تحدث بشكل انساني رائع وقال لي احنا قادرين ان احنا يعني على صد هذه الموجه الارهابيه، واحنا بنشكر المصريين على شعورهم واحساسهم. انا عاوز اقول لك حاجه، هو الجيش بس لو ساب عائلات الشهداء والله يخلصوا على في السيناء، لكن هو ما ينفعش. كل واحد يأدي دوره بالظبط. لكن اقول لك هو لو ساب عائلات الشهداء نزلت سيناء والله تخلص على كل المجموعات دي، هتجيبهم الجحور اللي هم عايشين فيها دلوقتي. انا عاوز اقول لك ان التنظيم او المجموعات الارهابيه في سيناء اوان الجيش المصري يكون يغلق سيناء بهذا الحجم بهذا الشكل، هو يمنع عنك جراد ويمنع عنك ثعابين قاتله كانت هتنفذ الوادي والدلتا وتنشر الخراب والدمار في المدنيين. هو قفل هذا الطريق عن طريق العمليه الشامله وحصاره لهذه المجموعات الارهابيه في سيناء. الامر المهم في الموضوع ايضا ان اصرار القوات المسلحه على القضاء على هذه المجموعات الارهابيه ظهر بشكل واضح حتى باعتراف التنظيم نفسه. يعني هو كان له فيديو اخير اسمه مجابهه يعني الاداء بيتكلم عن عمليات سابقه قام بيها ضد القوات المسلحه المصريه، بيتكلم فيها عن استهداف مدنيين وبسطاء كذا، وبيحاول يصدر مشهد على ان هو موجود، بينما هو في الحقيقه وبتحليل الفيديوهات بتاعته هو ما عادش موجود. صحيح.
التنظيم بيعاني كل وسائل الدعم اليوسي. انا عاوز اقول لك يمكن 90% من قدره، انا كنت بتكلم قبل كده على فكره باعتبار متخصص الموضوع، بتكلم عن 70%. لا انا بقول لك دلوقتي 90% من قدرات التنظيم، قدرات الارهابيين في شيناء قضي عليها تماما لوجستيا، كل وسائل الدعم اليوسي حتى المقاتلين كمان حتى المقاتلين كانوا بينفذوا نوم السلفات الجهاديه الموجوده في قطاع غزه، تم قطع الطريق عليهم. حتى العناصر اللي كانت متعاونه معاهم في من غير الشرفاء في شيناء تم القضاء عليهم، وحدث فيهم مقتلة عظيمة، وكل وحدثهم مستمر. على فكرة احنا موجودين وكذا، ده معناه أكبر دليل على أن هذه المجموعات في طريقها إلى النهاية. الجيش بيعزف سيمفونية عظيمة للبطولة في شيناء، وبيحمي ويمنع عنا هذا السيل الجارف وهذه المجموعات القاتلة أن تتسرب الوادي والدلتا. لو تسربت الوادي والدلتا هتجد مقتلة في المدنيين. حتى المجموعات اللي بتحاول تتسرب منها وزارة الداخلية بتقوم برصدها بشكل مباشر وقتلها، ويمكن كان الخلايا المعروف خلية أرض اللواء اللي تم قتلهم من قبل وزارة الداخلية، وكان منهم مدعو عمرو الديب، ده أحد ابن أحد قادات الإخوة، وحسمه وغيرها من المجموعات. يعني ده كله حتى حسمه المجموعات دي، كون إن حسم ولواء الثورة المجموعات اللي خرجت من عصام رابع اللي كانوا أكثر من 20 مجموعة بعد فض الاعتصام تقوم بعمليات بائسة وفاشلة لمحاولة استهداف مدير أمن، معناها ما عادتش موجودة. أنت في عندك تنظيم تم القضاء عليه تماما، وده كان بشكل خطر كبير لواء أجناد مصر. ده تم القضاء عليه في 2016، الداخلية قضت عليه تماما. لواء الثورة وحسم تم القضاء على كل على معظم عناصرهم، وتم القضاء على وسائل دعمهم اللوجستي. أنت كنت بتسمع كم عملية إرهابية؟ كنت بتكلم عن اكثر من 200. لا وكمان يا دكتور، لما بتحصل عمليه ارهابيه بتلاقي فورا وزاره الداخليه بتطلع تقرير ويقول لك احنا متابعينهم. هو انت في كل الاحوال مش هتقدر تعمل سيطره 100%، ده ما بيحصلش في اي دوله في العالم، بس على الاقل انت بيكون عندك معلومات كافيه عن تحركاتهم فين، عن الاليات اللي بيتحركوا فيها، وبالتالي تقدر تشتغل. عشان نعذر الجهاز الامني، والداخليه كانت في وقت من الاوقات، وانا بعذر ده، انت في عندك مجموعات اللي خرجت من اعتصام رابعه والنهضه، دي معظمها معلومات جديده، مجموعات جديده، وما كانش فيها ليها قواعد بيانات. والساده العناصر الداخليه يعرفوا الكلام ده كويس، ويعرفوا الكلام اللي بقوله ده. هو خد وقت لحد ما قدر يجمع قواعد بيانات ويعرف المجموعات دي ويعرف وسائل دعمها وبدا يشتغل. يمكن ده اتحقق في شكل، احنا بنتكلم بشكل رقمي، احنا بنتكلم في ما يزيد عن اكثر من 250 عمليه في 2015، انخفضت لأقل من 30 عملية في دلوقتي في 2017 في العام الماضي. انت بتتكلم عن مسألة رقمية بحتة، صحيح، بتتكلم عن إنجاز رقمي بحت. طيب دكتور، عشان استفيد من حضرتك ووجودك معانا باعتبارك يعني كاتب صحفي في روزا اليوسف، تأثير وسائل الإعلام المختلفة على المشهد الانتخابي بتشوفه ازاي؟ طبعا بشك وسائل الإعلام لها دور طبعا مهم في التأثير على المشهد الانتخابي، لكن أنا عاوز أقول برضو وعي المصريين هو أقوى من وسائل الإعلام. ويمكن في ملمح مهم جدا باين ان الفتره بتاعت الاربع سنوات الماضيه اعيدت الثقه مره اخرى للاعلام الوطني والاعلام الحكومي. الناس عاد بتقرا الصحف القوميه وعاد بتقرا وبتشوف القنوات بتاعتنا، ويمكن ده باين جدا. انا مش بقول الكلام ده يعني من اي باب، لكنه باين جدا من نسب المشاهده اللي بدات تزيد في يعني النظام عندنا استطاع ان هو يخلق، او الدوله المصريه استطاعت تخلق حاله من الثقه ما بين المواطن وبين الدولة اللي بترمم يعني قاعد بترمم من المؤسسات. ده حقيقي، احنا عدنا بنشوف في توزيع اكبر للصحف القومية في مقارنة بالفترات السابقة طبعا، صحيح، في ثقة في التلفزيون المصري، اصبح في مشاهدة، وبالتالي ده كله كان له تأثير على المواطن. المواطن عاد مدرك ان في يعني كتائب شغال على تشويه ما يتم انجازه، واصبح مدرك لهذه الابعاد. يعني هو عارف ان في عدو بيتربص بهذه الدوله المصريه، وبالتالي هو يجب ان يقف خلفه. رغم طبعا انا بقول كلمه التلفزيون المصري بعض الملاحظات على بعض الشخصيات في وسائل الاعلام، يعني سواء يعني غير الحكوميه، بلاش الحكومية. طيب خلينا نتكلم في الملف ده بعدين. سؤال اخير، طموحات المصريين في المرحله القادمه بعد الانتخابات الرئاسيه باذن الله بتشوفها ازاي؟ هم طموحات المصريين ان يستمر الانجاز بنفس المعدل وبنفس الوتيره اللي تمت في الاربع سنين اللي فاتوا. طموحات المصريين يتمنوا انهم يلاقوا مشروعات اكبر، فرص عمل اكبر، اكتر، يتمنوا ان هم يشوفوا الحاله الاقتصاديه انتعشت. صحيح، يعني هم منتظرين واملين خيرا في المرحله القادمه في الاربع سنوات القادمه باذن الله. وده ان شاء الله يعني
نتمنى ان نراه بشكل ان شاء الله باذن الله. شرفتني في هذه المتابعه، بشكرك جدا الدكتور مصطفى امين الكاتب الصحفي بجريده روزا اليوسف المتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه، بشكرك جدا. بنتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في متابعه المشهد الانتخابي في كل مكان وطموحات المصريين خلال المرحله القادمه. خدماتنا الاخباريه تتواصل مع حضراتكم بعد قليل في امان الله.